دكتور جدوى وهبه صار معنا بي فاميلي اليوم، ومثل ما ذكرنا الصبح رح نحكي عن عدوى هالضغط النفسي اللي بيصير داخل العائله، وكيف نقدر مش ضروري يمكن نتفادى ولكن نجرب نلاقي وسائل لحتى نحل هالموضوع. بونجور جاد. بونجور رانيا. حضرتك دكتور باداره المشاعر ومعالجه ستريس، استاذ جامعي، واكيد مثل ما دائما بنقول متخصص بتقويم العظام بالطب الصيني يعني. مزبوط. وكل هالامور هاي بتساهم لحتى يكون في طرق اكثر ومنوعه اكثر لحتى نعالج الستريس. صح مزبوط. يعني نحن بنحكي اليوم وصارت شائعه قصه الذبذبات الايجابيه او الذبذبات السلبيه، هالبوزيتيف فايبس هالنيجاتيف فايبس، قد ايه علميا موجودين وقد ايه الشخص يلي بفوت معصب ومتضايق ممكن نحن نحس بهالشيء وتصير هيك مثل كره ثلج هالقصه؟ مزبوط. في نقطه كثير مهمه لازم تكون واضحه، هي انه 80% من التواصل بين الناس بتصير لا شفهية، بتصير بالانكونسيان، بتصير بلغة الجسد، بتصير بتعبير الوجه، بتصير بالنبرة الصوت، بس ما بتصير بالمضمون الحكي. والستريس، وحكيت عن الفيبراسيون بوزيتيف والفيبراسيون نيجاتيف، الستريس بيبين علينا. يعني حدا ستريسي ما رح يكون عامل هيك وهو ستريسي، رح دغري ينقرع وجهه. والستريس ببلش الإنسان يقدر يحسه عند الآخرين من أول ما يخلق. يعني في دراسات برهنت أنه الولد إذا أمه حاسة بستريس من أول نهار من حياته بيقدر يكون عم يبكي أكثر وقتها تحمله من أنه يروق، أو بيقدر ينام أقل إذا حاس بالستريس تبعه. إذا في شخص ستريسي ضمن مجموعة أو عنده أفكار سلبية، تحت ما نخلي الستريس كلمة كتير مبهمة، الأفكار السلبية أوكي هي نوع من أنواع الستريس. إذا شخص عنده أفكار سلبية موجودة عم بيفكر فيها وبيصمت بينه وبين حاله، كوني أكيد الدراسات برهنت أنه إذا قاعدين نحن هلأ أربعة على طاولة، في واحد قاعد بوجنا وساكت بس عم بيفكر بإشياء نيجاتيف، هالفيبراسيون اللي رح يعطيها، هالكوميونيكاسيون عم بيعطيها، رح نحسها نحن ورح نصير تلقائياً حسين إنه في شيء عم بشدنا نزول أو عم بيخلينا نفكر بطريقة سلبية. على كل حال يعني نحن منقولهم بحياتنا اليومية إنه إف هالنكد، إف هالنقاء، إف هالبومة يلي بيكون معنا عن جد يعني. حتى لو ما حكي هيدا الأسوأ. صح، ولو ما حكي انه عشو قاعد ويا ريت بتضحك ويا ريت هيدا، ودائما في مشاكل وهالقصص هولي. المشكله الاكبر انه هالموضوع هيدا مش بس بنحس فيه، انما اوقات بيكون عنده تداعيات. يعني في ناس ما بتتحمل، صح، في ناس بتنزعج، في ناس بتجاوب، في ناس تعمل مشكل، في ناس بتصير داون يعني. مزبوط. في دراسه برهنت انعملت بجامعه هارفارد اذا ماني غلطان، برهنت انه اذا في فرد من افراد العائله عامل ديبرسيون او عامل اكتئاب، اذا هالاكتئاب كان قوي وما تعالج، وما مش ما تعالج اذا بدي اقول ما تشخص، ما نقال انه حدا عنده اكتئاب لازم نعمل شيء، وبيها الاكتئاب صامت ما حدا عم بيحكي عنه، في ريسك بعد فتره زمنيه معينه تتراوح بين سنه لسنتين انه باقي افراد العائله يعملوا اكتئاب. وانه نحن هلا بشهر بتصور من كم يوم كان نهار الصحه السانتي مونتال، وفي هلا هاشتاج كثير عم بتشجعه منظمه الصحه العالميه انه الاكتئاب تعال نحكي عنه. الاكتئاب شيء كثير خطير، بيقدر عن الستريس، لانه الاكتئاب هو نوع من انواع الستريس. نعم. من انواع الستريس المزمنه يلي تتوصل يلي كبر وبيكون مرق كذا نوع ستريس قبله لتحول لصار اكتئاب. نعم. بيقدر عن جد يفوت كل العائله بالاكتئاب، واذا كل العائله فاتت باكتئاب حاله خطيره، لانه بياثر على الاولاد، بياثر على المدرسه، بياثر على الشغل، بياثر على المدخول. يعني عن جد على المدخول. صحيح عن جد فيها تخرب العائله، لانه الانسان ما بيعود كمان عم بيقدر يكون منتج. أكيد. ما بيقدر يكون عم بيركز بكل بساطه على شغله او على مدرسته. ونحن دائما بنحكي من الناحيه التربويه قد ايه الموضوع خطير على الاولاد. شو يلي بيصير؟ وكمان سؤال قبل ما نبلش نحكي عن النتائج والحلول. ببعض العيال بنحس انه في مشاكل أكثر من غيرها على أشياء بسيطة، يعني مش على موضوع معين. مزبوط. مش على ورطة خلينا نقول، مش على طلاق، مش على أي شيء من هولي، ولكن
دغري بتولع هيك يعني دغري هال هال هالكبريت بتولع وبتهب وبتكبر القصة وبيصير بدل ما يكونوا شخصين عم بيتجادلوا بيصيروا ثلاثة وأربعة وخمسة يعني ليش بيصير هيدا الشيء؟ وأكيد رح نجرب نقول شو الحلول اللي نحن هيك بدنا نحكي عنها، بس خليني أذكر مشاهدينا بأنه ممكن يتصل فينا على 04-64 لطرح أي سؤال أي مداخلة إلها علاقة بموضوع ستريس ضمن العائلة لدكتور وهبي. مزبوط. هلأ الوقت طول على القصص بيكون في ناس عم بيحكوا لغات مختلفة، بيكون حدا عنده شيء زعجه، فهم غلط على شيء. حتى نقدر نعرف من وين بدنا نبلش، بدنا نقسم أنواع الأشياء اللي ممكن تكون موجودة عند فرد، يعني فرد واحد من الأفراد. رح أعطيك مثال، تخيلي بالكوبل أو بالعائلة في شخص بيرفكسيونيست، بحب الأشياء مثلا بيشوف هولي هلأ هيك المجلات بده يصفصفهم، ما بيقدر بيصير يقعد ويرتبهم واحدة ورا واحدة. حدا تاني أوكي ما بينزعج من الأمر وبيضل ما ينتبه، كل ما يلقط مجلة بزتها هيك على الطاولة. هيدي بتكفي، هاي بتكفي أنه طول على الأمور مش من أول مرة، بعد جمعة جمعتين اللي بيحب الأمور تكون مصفصفة بيصير يبلع ويسكت ويبلع ويسكت. بس قدرته على أنه يتحمل شيء عم بيزعجه كتير ويسكت عليه بدأ تخلص بعد شهر شهرين ثلاثة أوكي؟ إذا ما اشتغل عليها بتصير طول، بيصير قبل بده يقدر يضاين ربع ساعة، بيصير بعدين إذا شريكه حط مجلة واحدة غلط تطلع الصرخة، إذا ولد من الأولاد عمل شيء غلط تطلع الصرخة، تمتد على الكل. إذا شخص مثلا عصبي لنقول ووقتها يكون معصب بحاجة ما حدا يحكي معه على مدة 10 دقائق ربع ساعة أوكي، هالشي ما تم التواصل عليه، يعني ما أجا قال الشخص يلي بعصب بليز أنا وقت أكون معصب اتركوني 10 دقائق ربع ساعة لحالي أنا بروح برجع بعدين كل شيء بصير بقدر أتواصل معكم. لا هو عبر عن هالشي وياما بتصير ولا حدا فهم عليه بيصير كل ما يجي على البيت خلص بدل ما ياخد هالربع ساعة تقول منخسر ربع ساعة حابين نشوفه صرنا يومين ثلاثة خسرنا جمعة أوقات وفينا نخسر عائلة لأنه خناقة ورا خناقة ورا خناقة. الأشياء اللي ما بتنقال لنودي، يعني أنا مزعوج منك مثلا أنه أشياء بسيطة فيها تكون أوكي أنه خلصت تشرب نسكافيه وتركت الماج هون وتركت الماج يوم ما ناطرنشتي تحت ما قلت لك تاني يوم ما قلت لك تالت يوم ما قلت لك بعدين بصير يمكن أخدتي بس مأخرة، يعني رحت وصلت على المطبخ رجع ذكرت لازم أرجع أخذ الماج ورحتي بصير دايما أنت بتنسي وبتطلع الصرخة. كمان يعني جد عفوا يعني ما ننسى انه كمان هالاشخاص هن عم يحتكوا مع بعضهم يوميا 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 بالقليله في 8 9 ساعات بوجه بعض، يعني قلة التعبير عن العاطفه قلة التعبير عن العاطفه، يعني بننسى اوقات بالعيله ومع العجقه والخبصه بننسى نذكر بعض ونعبر لبعض قديش منحب بعض اوكي. إن كان تعبير وحكينا عنه بحلقة كتير كتير قديمة عن خمس لغات الحب إذا بتتذكري، تعبير الجسدي، تعبير الشفهي، تعبير بالأفعال، المساعدة، الهدايا، لازم على القليلة 3-4 مرات بالأسبوع والكلام الحلو أكيد نقدر نعبر نلاقي طريقة كل مرة طريقة مختلفة نعبر فيها عن حبنا وعن عطفتنا وعن امتناننا للأشياء الإيجابية اللي بيعملها الآخر. إذا بدك طريقة وقاية قبل ما نحكي عن طرق العلاج، طالما نحن 3 مرات بالأسبوع أو 4 مرات بالأسبوع الفردين والشيء العظيم اللي بيصير من وراء هالتمرين إذا بدك هو إذا في أولاد بيتعلموا الامتنان. في لك شغله هون يا يعني دكتور انه الاولاد اوقات بيعلموا هيدا الشيء، يعني في كتير ناس ما بيعرفوا يغمروا ويبوسوا ويحبوا بهاللغه الجسديه او بالكلام، اوقات بيجي الولد هو بغمرته هو لما بيقعد بحضن الام هو لما بيقول له اشياء حلوه بتقول له اشياء حلوه مثل كانه بينفتح هالموضوع وبيصير في عنده هيك استمراريه كمان مع الكل. الحاجه للعاطفه وللتعبير عن العاطفه وللتلقي العاطفه هي حاجه الى حد ما غرائزيه عند الانسان، ما في لزوم نشتغل عليها لحتى ننميها لأنه هي موجودة. وقت نكبر منتعلم ما نعود نعملها مننساها لأنه منصير نقصد ما نعملها لأسباب كتيرة وعديدة بدها يمكن حلقة لها. بس الفكرة هي أنه إيه ليش ما منعرف نعبر عن عاطفتنا؟ صح أكيد هيدا عن جد حديث كتير طويل أكيد. بس وقت الأولاد يعملوا هيك لسوء الحظ الأوقات وقت الأهل يكونوا غرقانين
بتعصيبهم وبمشاكلهم وما زبطت وما عمل وما قال لي ومدري شو، بيصير اوقات حتى بيقدروا يصدوا الاولاد. وياما منشوف بالعياده اولاد واهل بيجوا سوا نشتغل على علاقتهم، ياما منشوف اوقات اهل بيصدوا اولادهم على كثره التعصيب والتراكمات، او بيصدون بيرجع بعدين بيعتذروا، وقت يروحوا يعتذروا ساعتها الولد بيرجع بيصد البي ومنفوت بحلقه نكيات، هيدا انت صدني وهيدا انت صدني. وهون بيصير يعني وهون مثل كان عم نشوف انه هيدا سبب اساسي من اسباب الستريس بالعائله يلي ممكن يمتد على الكل، بتاثر على مستقبل الاولاد وعلى خيارهم المهني، بتاثر على نجاح الاهل بشغلهم، بتاثر على درسهم على خياراتهم الجامعيه. في اولاد بسبب هالستريس المتفشي بالعائله بينقوا شيء كتير سهل وبايخ ما رح يتعبهم كتير، لأنه بحسوا أنه طاقتهم خلقة. صح، بحسوا طاقتهم رايحة كلها تمانج يقدروا يستوعبوا ويعملوا بروسيسينج لهالستريس الموجود كلها، جهاز العصبي طبعاً بيتعب، ما بقعد عنده طاقة كافية يقول أنا بدي أعمل الاختصاص يلي أنا ما بحبه أو بعبي لي طموحي. منلاقي ناس بينقوا أشياء كتير أقل من هن شو بحبوا. نعم. وبيرجعوا بيندموا بعدين. نعم. خلينا نحكي شوي عن طرق العلاج من هالموضوع أو الحلول اللي ممكن أي شخص اليوم عم بيسمعنا أنه يقدر يبلش يطبقها ابتداء من اليوم، وخلينا بس نأكد أنه هالأمور بتتغير للأحسن. أكيد. يعني أكيد. من مجرد ما نحن ننتبه على هالشي نجرب نلاقي الحلول المناسبة، الطرق المناسبة لمعالجة الستريس لحتى ما يصيروا الأولاد كمان هن وصغار عم تجعن معدتهم، عم يجعن راسهم، استرس كل الوقت، عم بيضربوا رفقاتهم، عم يتخانقوا مع اخواتهم، يعني جهاز المناعة عندهم بيضعف، يمرضوا أكثر، بيصيروا يمرضوا أكثر، بيصيروا يسخنوا أكثر، وبنعرف قد الأهل ما بيحبوا أبدا يمرضوا أولادهم قد بيتلبكوا فيهم. يعني هون المسؤولية على الأم والبي إنه يشتغلوا على نفسهم ويعلموا أولادهم إذا كانوا معصبين، خصوصا المراهقين. صح. كمان هون. صح. يعني هلا تكفي بالوقاية وننتقل من الوقاية للعلاج. قلنا 3-4 مرات بالأسبوع تكون القصة ريجوليير، يعني تعبير عن حب، تعبير عن عاطفة، غمرة، بوسة، حنان، واضح يكون يقدروا الأولاد يشوفوا، أكيد بلا مبالغة فيه، بس يشوفوا الأولاد هيدا الشيء والتشافيزيك، يعني الغمر اللمس. واللمس يلي موجود بين الأهل بيخلي الجسم يفرز هرمونات بتعلي الثقة وبتخفف الستريس، مش بس تعلي الستريس، بتوطي الستريس، بتعلي مستوى الفرح البسط. يعني في الهرمون اسمه السيروتونين، السيروتونين وقت نغمر بعضنا ووقت نمسك بعضنا ايدين بعضنا او نحط ايدين على بعضنا بيعلى مستوى السيروتونين. السيروتونين هو بروبورسيونال على السعاده، وقت يكون مستوى السيروتونين عالي اللي بقدر اقول لك رندا موافقه على الموضوع، بلشت تتبسم من هلا رندا. نفس الشخص السيروتونين على طول هي عندها هالفرح، بخلينا ناكل كثير اقل السيروتونين على فوق وبيعمل كنترول للشهيه. بس نفس الشخص يلي ما بيقدر يتحمل هولي مش مرتبين، اذا مستوى السيروتونين تبعه عالي بصير يقدر يتحملهم مخربطين. فاذا كل ما نحسن مستوى السعاده يلي هي بتتأثر كتير بنقطتين، التعبير عن العاطفة ونعرف نشوف الأشياء اللي عنا امتنان لها، الجراتيتود، نعرف نشكر ونشوف الأشياء البوزيتيف. الأهل بين بعضهم بقى يقدروا يحطوا هالنقطتين، التعبير عن العاطفة والامتنان، نحل نص المشكل. بقدر أقولك أنه عملوا لأولادهم هدية بتسوى الدنيا أكتر من أنه يصمدوا لهم مصاري بالبنك. وأكتر من أنه يسهروا لآخر الليل لحتى يشتغلوا يجيبوا مصاري للبيت، هولي أهم من المصاري، لأنه عم بيأسسوا إنسان مرتاح. هالإنسان رح بيكون بطبيعة الحال ناجح، منتج، خياراته حلوة، علاقاته الاجتماعية والعاطفية عم بتكون أفضل. صح. هالوقاية المهمة كتير أكيدة إذا ما كانت موجودة نحن كيف بدنا نرجع؟ من وين بدنا نبلش؟ بدنا نبلش نعرف الشخص يلي أو يعني الفردين الأم والبي بدهم يبلشوا ينتبهوا على بعضهم إذا بدك، حتى يقدروا يعرفوا شو هو نوع الستريس، شو هو نوع الغلط بالتواصل يلي عم بيصير. أعطينا إكزامبل التعصيب يلي هو أبسط إكزامبل وأبيخ إكزامبل، أوكي؟ إنه الشخص المعصب بده وقت يروق، بمجرد ما الطرفين يعرفوا تنحل القصة. لسوء الحظ في قصص معقدة أكتر شوي يلي منسميها الكوجنيتيف ديستورشنز أو طرق طريقة نظر للواقع الملتوية أو
ما بنشوف الشيء مثل ما هو، ما بنشوف مثل ما ذكرت يعني. خلينا نضل بهالاكزامبل، قد ايه بيشوف القصه عظيمه ومعظمه انه هالكتابين منهم محطوطين حد بعض. يمكن الانسان بياخذها اوقات شخصيه يا دكتور. صح. هلا في اربع انواع او خمس انواع اساسيات من شو بنشوف الواقع مشوه. اوكي، الواقع المشوه فينا نشوفه بي اول طريقه ناخذ الامور شخصيه. كل انسان بيشوف يعني لنقول هلا انت انا عم بحكي معك تعبتي شوي صغيره او تنقول اطلعتي على الساعه او زبطت كبيتك كثير كثير بسيط او عملت هيك بتليفونك او حكيت مع توني تحت او حكيت مع توني وانا بقول مثلا هيدا قلت احترام قصدتني لالي مش عطيتني قيمه لالي بعملها باخذ الامور دغري شخصيه. حدا مرق ما سلم علي مشغول مستعجل هيدا لالي، جيت فت على البيت ما اجيت مرتي قالت لي بونجور كانت بالمطبخ تاخرت خمس دقائق مدري شو كنت طالب منها ما عملته او المره طالبه من جوزها ما عمل لها اياه. اه دغري قصدني لالي، دغري بياخذها على حاله. اذا ما عرفنا انه في هالنوع من النظره الغلط للواقع ما رح نقدر نحله للستريس ولا حتى بالعاطفه ولا حتى بالامتين، ما رح يكفوا. بدنا نحط على الطاوله للقصه ونقول للشخص الاخر بتلاحظ انت انه انا بعمل اشياء ما بكون ابدا قاصده شيء شخصي فيك، وانت دائما بيتكرر انه بتستنتج. ونعطي امثله، الحكي عن الموضوع كتير مهم. تاني شغله يعني الكاتاستروفيزاسيون، بس بده يكون الانسان عارف نفسه، بده يكون الانسان عم يعرف الاخر، واكيد طبعا بطبيعه الحال لما يقول هالقصص بدهم يكونوا بحاله رواء أكيد. مش نحن ومعصبين نحكي عن هالامور. وذكرت شغله كمان بالاول انه الانسان لما بيكون معصب اوقات بحاجه لخمس دقائق عشر دقائق اللي هن في ناس بحبوا يظهروا من البيت ياخذوا هواء نقي. هلا رح نحكي اكيد عن تقنيات كمان الاكزرسيسات التمارين اللي ممكن تنعمل، بس كمان اوقات هالموضوع بالذات هو ممكن يكون ذو حدين، سيف ذو حدين. يعني لما بفل بخافوا الاولاد او الشريك انه هالشخص راح وما راح يرجع او راح ورح يعمل مشكله كبيره. ثلاث نصايح كثير سريعين. اولا وقتها بده يروح يقول انا رايح وراجع بعد 10 دقائق ربع ساعه، بعد نص ساعه، يقول انا رايح وجاي. لو بكيوا الاولاد وفكروا مش راجع بس يشوفوا رجع هون. بس يشوفوا رجع مره على مره بيصيروا يفهموا انه فاذا هو راح يرجع. اول نقطه. ثاني نقطه رح أعطي كم نصيحة صغيرة شو بيقدر يعمل الشخص المعصب وقت يظهر. إذا صاير شيء معصبه أفضل، إذا صاير شيء كتير معصبه بوقته ما يخبره لشريكه، ما يكب هالخبرية بقلب العائلة، تلفين لحدا بيوثق فيه بيقدر يخبره هالشيء الكتير كبير لمعصبه على أنه بعدين بس يروق يرجع يخبره للشريك تبعه لحتى ما نقع لحتى ما نقول أنه ما عم يخفي عنه أو أكيد. ما في كوميونيكاسيون مزبوطة بوقتها. بوقتها بيكون أفضل ينزت هالشيء لبرا. إذا ما قادر يحكي مع حدا يسجله على فويس نوت ويخليه لقله، يكتب على ورقة شو معصبه يظهرن منه يعبر عنه. هيدي الرجال بفتكر لازم يشتغلوا عليها اكثر، لانه السيدات عندهم سهولة بس فعلا عندهم سهوله بالتعبير اكثر. جات عنا بعد يمكن شي دقيقه وعنا اتصال. الو بونجور. يا هلا تفضلي، مين معنا؟ جوانا. تفضلي جوانا. بتيس حكيم، انا في عندي كيس بالبيت انه في شخص انا عايشه معه بس كثير نيجاتيف وكتير عنده نوع من الأحباط اللي عم سبب له نكد اكسترا، يعني كل شيء سلبي. يعني حتى مثل ما قلت بكون قاعد حتى الانرجي تبعيته بتعطي نيجاتيفيتي. هلا ومن النوع اللي ما بيتقبل ملاحظة انه انت لازم لك مساعدة روح شوف حكيم اكسترا اكسترا. هو كبير بالعمر. قد ايه يعني كبير بالعمر؟ اتعامل مع هيك كيس. نعم، قد ايه عمره تقريبا؟ بالثمانينات. اوكي كبير منيح بالعمر. اوكي نصيحه. شكرا جوانا. نصيحه صغيره. اوكي هلا صعب بهالعمر اذا الشخص منه واعي انه هو عنده هيك، اللي فينا نعمله هو انه نحن نتصرف. صح، بس التريك الصغير انه دائما نحن بنصد الشخص يلي بده يعبر عن الافكار السلبيه. انا دائما بنصح قبل ما نصد نسمع، نعمل مرحله قبل، نقول انا على جمعه بدي اقعد اسمع وبدي اكتب او بدي شجعه يكتب، قال له بتعرف شو هيك افكارك السلبيه، شو في اشياء بتزعجك، شو قد ايه بدك تنق، خلص النق والنكد والافكار السلبيه كلها فضيهم هات لنحطهم على ورقه، طلعهم طلعهم طلعهم. شو بعد شو بعد؟ كيف كانه عم نعصر شغله لحتى تفضى؟ قد ايه بدها تاخذ؟ جمعتين. نعم. نتعذب جمعتين، باكد لكم انه من بعدها بدها تروق الامور، الامور رح تهون. ساعتها بنصير نقول له طيب ما هيدي قلتها قبل،
ليش عم ترجع تعيد؟ كتبناها. أو إذا في أشياء هلأ فينا نقسم الأفكار السلبية قسمين. ما نحن رح نقسم الحلقة الهيئة قسمين لأن انتهى وقتنا يا دكتور. على كل حال بس نحن منذكر قبل ما نختم بأنه دايما إذا بيقدروا يرجعوا يشوفوا حلقاتك بلايف بالنفس أصلا منقولها بالعربي خد نفس وعد للعشرة صح. يعني هالنفس قديه مهم فينا نعمل عجيب بتمارين التنفس. دكتور جاد وهبه أهلا وسهلا فيك شكرا لوجودك معنا ونلتقي قريبا إن شاء الله. رح ناخذ بريك صغير منتابع مع ايت سمارت خليكم معنا.